عندنا لتر من الشوربه، شوربه اللحمه طبعا اللي احنا لسه حطيناها على النار وبنسلقها، تمام. عندنا كمان هنحتاج عيش بلدي، العدد طبعا على حسب انت هتعملي كميه قد ايه. انا معايا النهارده 6 رغفة، 4 معالق كبار من السمنه البلدي، تمام. ده عشان الفته. هنحتاج بقى للصلصه 2 طماطم معصورين، وهنحتاج كمان 2 كبار من الصلصه، نص كوبايه خل، 2 كبار من الثوم المدقوق، عندي 2 كبيره من الكزبره الناشفه. للرز طبعا بتاع الفته هنحتاج 3 كوبايات من الرز البلدي المصري الجميل بتاعنا، هنغسله من غير ما ننقعه ونصفيه كويس قوي، 2 كبار من السمنه، 3 كوبايات شوربه، وفصين مستكه وملح، تمام. بس كده. وتعالوا بينا بقى نعمل كل حاجه في الفته ونقول ازاي الفته تطلع معاكي هايله وريحتها تجيب اخر الشارع. ده زي ما قلنا الطبق الرئيسي بتاعنا اول يوم العيد، مفيش سفره ما بيبقاش عليها سيرفيس الفته. الاول هعمل الرز عشان ياخد راحته في التسويه. يلا بينا. هحط الحله على النار ونحط فيها 2 من السمنه، ونحط كمان 2 من الزيت. وهنسيبهم يسخنوا كويس، ونجيب معانا فصين مستكة. فين المستكة؟ اهي. ويلا بينا ناخد الرز كمان. هحط فصين المستكة، ودول بيخلوا طعم الرز جميل جدا. ونخليهم يسيحوا كده. ده رز ابيض عادي خالص خالص، بس اللي هيديله الطعم الحلو فصين المستكه، وان احنا كمان هنسقيه من شوربه اللحمه اللي احنا سلقناها. مش هنسقيه بقى ايه ميه، لا، ممكن نسقيه بقى خليط من الميه والشوربه بس عشان يديني طعم حلو قوي. اول ما الاقي المستكه خلاص ساحت وخليط السمنه والزيت او الزبده والزيت سخن، هنبدا ننزل بالرز البلدي بتاعنا اللي احنا غسلينه ومصفينه كويس وما نقعناهوش خالص، تمام. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ودايما بنقول حاطين سمنه وزيت او زبده وزيت علشان ناخد الطعم الحلو للسمنه، وناخد كمان اللمعه الحلوه بتاعه الزيت، وانه يبقى مفلفل كده ومفرفر مش لازق في بعضه. طيب، علشان بقى الرز بتاع الفته بتاعتي يطلع كده مفلفل وما يبقاش معجن خالص، اهم حاجه بقى التشويحه اللي احنا هنعملها دلوقتي، وان انا اقعد اشوح في الرز لغايه ما يسخن خالص معايا، تمام، علشان يبقى مفلفل ما يبقاش معجن ولازق في بعضه. حاجه كمان، لما اجي اضيف الشوربه والميه او ميه بس ومكعب مرقه مثلا، اضيفهم يكونوا سخنين جدا. يلا بقى هنقعد نشوح في الرز بتاعنا، وهروح كده اشتغل في حاجه تانية على بال ما الرز يبدا يسخن. نجيب معانا طبق، ونجيب صاج، نودي الطبق الاول، ونجيب صاج فرن، ويلا بينا نعمل العيش بتاعنا علشان نحمصه. وانا بحب اعمل ايه بقى، بجيب سمنه ونجيب فرشه اهي، واحط العيش بتاعي كده وابدا ادهن العيش وهو سليم كده، تمام. ادي واحد، واحط ده على ده بحيث ان ده من الناحيه دي هيشرب من اللي انا حطاه هنا، ونعمل كده. يلا، والتاني. وهكذا. طبعا مفيش احلى من العيش البلدي في الفته والرز البلدي في الفته، هي الفته كلها بلدي. وهكذا. انا كده خلصت كميه العيش، لو هتعملي اكتر من كده ما تحطهمش كلهم على بعض، يعني حاولي كل مثلا 4-5 ترغفه استوب، وبعدين اعملي تاني. اقلب الرز عشان ما ننساهوش ويتحرق ولونه يبقى متغير معانا، احنا بس عايزينه يسخن كويس ويتحمص كده، مش عايزينه يبقى لونه مختلف. زي ما شفتوا دهنا العيش وطبقاته بالشكل ده، يا بسكينه يا بمقص، وطبعا المقص هيبقى اسهل لنا. هنمسك بقى العيش بتاعنا، وفي الصاج اللي هندخله الفرن
وهمسك العيش طبعا هو الدهن من ناحيتين، وهاخد العيش بتاعي كده وابدأ اقطعه مربعات كده، ونقطع العيش مكعبات اللي هو على قد المعلقة، مش عايزينه كبير قوي عشان ما تبقاش الحتة كده صعبة في الشكل وفي الأكل. والرز ما ننساهوش خالص، ايدينا فيه. وأول ما تحسي خلاص إن الرز معاكي سخن، بصوا بقى بيلمع إزاي وسخن كده وابتدى يبقى لونه مبيض كمان شوية، تمام. يلا بينا بقى نحط له الشوربة بتاعته علشان يستوي. زي ما قلنا ممكن نحط خليط من الشوربة واللحمة، وعشان ما نوقعش برضو على البوتاجاز يلا بينا. الشوربة واللحمة ايه؟ الشوربة والمية، ركزوا معايا كده يا جماعة. لكل كوباية رز مصري كوباية من الشوربة، يبقى واحد قصاد واحد على طول. انا كده يعتبر حطيت نص المقدار شوربة، هحط النص التاني مية، والمية برضو لازم تكون مغلية زي الفل. جميل جدا، ريحته هايلة. فاضل بقى علشان انا حطيت شوية مية، فانا هحط ملح مش كتير عشان احنا حاطين شوربة برضو. ونسيب الرز بتاعنا بقى يغلي ويتشرب، وتبتدي تظهر الحفر اللي على وش الرز. اهدي النار خالص خالص واسيب الرز يستوي على نار هاديه. خدتوا بالكم بقى العيش سهل جدا تعمل وكده يتقطع معانا بسهوله، والطريقه دي كمان هتخليكي توزعي عليه السمنه بطريقه سهله، وكله هيبقى شارب منها، وهيتحمر بقى وياخد لون حلو قوي في الفرن من غير ما نعمله على النار. لو هتحمصيه على نار بيحتاج مواد دهنيه اكتر من اللي انا استخدمتها، وفي صاج كده يكون كبير. هتفردي العيش وفرنك يكون سخن جدا، وتحطي بقى العيش علشان يتحمر ويتحمص. ونبص على الرز بتاعنا اهو، تعالوا بصوا بقى الفتحات اللي انا قلت عليها، بصوا الخرام اللي موجوده على وش الحله اهو، ان شاء الله هتبان دلوقتي. هي دي نعرف منها ان الرز خلاص اتشرب. هنديله تقليبه، وبعدين نهدي النار خالص خالص، ونسيب رزنا بقى يستوي على نار هادية. فعلا ريحته هايلة جدا. حطينا في الأول فصين مستكة، مسحوا كده مع السمنة والزيت، وبعدين شوحنا الرز تشويحة حلوة قوي علشان يطلع معايا مفلفل وما يبقاش معجن. وسقينا بشوربة تكون سخنة علشان برضو ما يعجنش معانا، والشوربة كمان تديله طعم حلو قوي. خلصنا كمان العيش اهو، وتعالوا بينا بقى ندخله الفرن يتحمص. انا حبيت النهارده اعمل كل حاجه في الفتكه قدامكم علشان تبقى واضحه وباينه. يلا بينا على الرف الوسطاني، الفرن بتاعي لاخر درجه علشان نحمص العيش بالشكل ده، هيطلع معاكي هايل جدا. تمام، الرز بتاعنا تعالوا نبص عليه كده بعد ما اتشرب وقلبناه، جميل جدا. تعالوا نبص عليه مفلفل ازاي. بصوا معايا الرز، يعني بصوا كله رزايه مع نفسها ملهاش علاقه بالتانيه خالص. تمام، استوى اهو بقى زي الفل. هرفعه بقى من النار، ما اخدش على النار 10 دقايق عشان احنا كنا سخنا الرز كويس جدا، وبعد ما سخناه كويس جدا لما ضفنا له الشوربه ضفناها برده بتغلي. كل ده بيأثر من وقت التسويه، وبيخليكي انت كمان تخلصي شغلك بسرعه. هشيل الرز خلاص من على النار، هو استوى، وتعالوا بقى نعمل الصلصه. الصلصه تمام، يلا بينا. هحط الوك على النار، ونحط بقى شويه سمنه صغيرين. تعالوا بينا بقى ناخد التوم بتاعنا والخل، ونبص على العيش مش عايزين ننساه. فاكرين العيش اللي احنا بنحمصه؟ الله، شغال اهو زي الفل. بصوا معايا اللون في الفرن، انا هقلبه تقليبه وادخله تاني عشان لو في حاجه ما خدتش اللون وما اتحمصتش تتحمص. تمام، ابتدى يقرمش ويخرفش في بعضه، حلو قوي قوي. هدخله بس دقيقتين ونطلعه على طول.
وكل العيش او قطع العيش قد بعضها. طبعا محطوط له سمنه بلدي ومتظبط، فهيطلع طعمه حلو قوي في الفته. ندخله تاني دقيقتين بس ونطلعه تاني على طول. ده طبعا احسن كتير ما انك تحمريه على البوتاجاز، فياخد منك كميه دهون كبيره. تعالوا بينا بقى نعمل صلصه الفته، البطل الرئيسي للفته. حطيت معلقتين من السمنه، واحط بقى معلقه كبيره من الثوم، ونديها تحميره. واهم حاجه وانت بتحمري الثوم لاي حاجه اوعي تغمقيه، خليه لونه ذهبي فاتح علشان يبقى طعمه حلو وريحته حلوه، ما يمررش ويديكي طعم مختلف تماما عن اللي انت عايزاه. نعلي النار بقى، احنا كنا موطينها علشان الرز. حلو جدا. إيه هنجيب ايه معانا؟ هنجيب معانا الكزبره الناشفه، احنا عايزين نحط على العين التانيه كمان اللحمه تتحمر. هتقولي يا جماعه الطاسه التيفال بتاعتنا، الطاسه اللي هي كنا عاملين فيها الحشوه من شويه، لو ينفع عشان نحمر فيها. هنا انا بعمل الطشه بتاعه الفته. حطينا كميه الثوم كلها اللي هي معلقه كبيره من الثوم المهروس، وهنحط كمان عليها معلقه من الكزبره والخل. وهبتدي بقى اخد جزء منها علشان نسقي بيه العيش مع الشوربه، والجزء الثاني هنكمل عليه الصلصه، نعمل عليه الصلصه بقى بتاعه الفته. العيش تمام شغال، خليه طالما الدنيا تمام. ايدينا في الثوم، ومش عايزين الثوم يتحرق مننا، عايزين لونه ذهبي خالص. انا ما حطيتش الكزبره دلوقتي، هستنى شويه لما يخش على اللون الذهبي هبدا اضيف الكزبره بتاعتي الناشفه. اهم حاجه عندي الثوم ما يتلسعش. بصوا بدا يدخل على اللون الذهبي اهو، تمام. اول ما يدخل على اللون ده على طول هنبدا نضيف الكزبره. يلا بينا، ادي الكزبره الناشفه، وندي تقلبتين بس كده من غير ما يغمق زي ما قلنا. حلو قوي، بصوا اللون ده جميل جدا، شايفين لون ذهبي ازاي؟ هايل جدا. يلا بينا بقى، فين الخل؟ الخل اهو. يلا على طول، بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه هتطلع بقى تحفه جدا. طيب في بوله كده هحجز شويه خلطه من دي علشان ازودها شوربه ونعمل بيها العيش، وبقيه الطشه يلا بقى نحط عليها ايه؟ الصلصه. تمام، هنحط الصلصه ونحط عليها الطماطم المعصوره. بسم الله الرحمن الرحيم، ونخليهم بقى يتسبكوا كويس قوي قوي مع بعض. وقبل ما نطلع الفاصل نطلع كمان العيش. يلا بينا، لونه هايل جدا اهو. الصلصه بتاعت الفته على النار وتسبكت، هنعمل لها ايه؟ هنضيف لها بس كوبايه صغيره من الشوربه علشان يبقى سمكها الى حد ما معقول اعرف اتحكم فيه. تمام، كبشه واحده كده عشان اصفيها، ما ننزلش اي بصل بقى ولا الكلام ده كله، والشوربه كمان هتدي لها طعم حلو قوي. خلاص صلصتنا جاهزه، الرز بتاعنا استوى والعيش اتحمص زي الفل، شايفين بقى القوام ده حلو قوي. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. فاكرين كنا حجزنا شويه من الطشه اللي هي بالثوم والكزبره والخل، هنعمل ايه؟ يلا ناخد الشوربه بتاعتنا هناك، والشوربه لازم تكون سخنه، وهاخد شويه شوربه نحطهم فوق الطشه دي. ليه بقى؟ علشان نسقي بيها العيش بتاعنا يبقى طعمه حلو قوي، مش مجرد بقى عيش وخلاص مسقي بشوربه، لا ده هيبقى متبل بالثوم
زي ما انتم شايفين كده. وبصوا يعني انا بفضل ان احنا ما نكترش الشوربه على العيش عشان ما يعجنش، يبقى فيه كده حته قرمشه لطيفه. مقادير الدقه هتنزل علشان هنعمل بيها طماطم مخلله، بس تعالوا الاول نقدم المقادير على الشاشه. تمام، طب يلا بينا. راس توم متقشره دي للدقه. عندنا ربع كيلو فلفل حامي وبارد احمر واخضر، يعني كله كوكتيل كده من الفلفل. تمام، وعندنا نص كوبايه من الخل وربع كوبايه من عصير الليمون، معلقه كبيره كمون ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه ومعلقتين كبار من الملح. هنحطهم كلهم في الكبه مع بعض، نفرمهم ونحطهم عندنا في بطرمان في الثلاجه. وكل يوم اقول الدقه دي يا جماعه ما ينفعش الثلاجه تقعد من غيرها. بصوا ابتديت اسقي العيش، وما تكتريش زي ما قلنا عشان العيش تلاقي فيه كده حتت طريه وحتت مقرمشه، وده بيدي طعم حلو قوي قوي للفته. خلصنا، يلا بينا نغرف الرز. لحمتنا عماله تتحمر وريحتها هايله، لا بجد تحفه. بصوا وطريه وجميله ما نشفتش ولا اليافها تبقى قاسيه علينا، تحفه جدا اهي. وتعالوا نحط الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا وانا بغرف الرز شايفين الرز عامل ازاي؟ الرز مفلفل خالص وبرده ريحته هايله. ساقينه بقى بالشوربه وحاطين له كمان مستكه، حاجه كده فظيعه. انا جعت بصراحه كل الناس جاعت. الله بقى على شويه الرز اللي بيبقوا في ارضيه الحله دول، بيبقوا حكايه. تمام كده وزعت الرز فوق العيش، زي ما خدتوا بالكم ان العيش بتاعنا مش معجن. طبعا ده بيرجع للذوق، انا بحب عن نفسي ان يبقى في الفته كده شويه عيش مقرمشين يدوا طعم حلو جدا، ما يبقاش كله مبلول ومعجن مع بعض. خلصنا، تعالوا بقى نحط الصلصه. انا هحطش على اللحمه كده، اتحمرت وبقت زي الفل. وادي الصلصه بتاعتنا، ما ننساش ان احنا حطينا رشة سكر للصلصة علشان نحد شوية من الطعم الحاد للطماطم. ايه رايكم؟ شكلها هايل جدا وريحتها بجد جباره جباره، قلبه ريحه الدنيا عندنا هنا خالص. تقدري تحطي قطع لحمه مع الفته، تقدري تقدميها لوحدها زي ما انا هعمل دلوقتي، زي ما تحبي. خلصت كمان الصلصه كلها اهي، ممكن تعملي بزياده وتحطي صوصيره. ونجيب طبق. طيب دي الفته بتاعتنا، انا عايزه اعمل ايه؟ اعمل حاجه كده سريعا. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ده اقل واجب. ان شاء الله يكون عيد سعيد علينا كلنا.